وارض عنا وأكرمنا معهم يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا التعريف الإلهي للصادقين وللمتقين تعريف يجمع كل ما يحتاجه الإنسان العاقل لما يبحث عن التقوى. كلنا ينبغي أن يكون تقيا، والله تعالى قد حثنا على التقوى وشجعنا عليها وأرشدنا إلى التزامها. فإذا أردنا أن نكون متقين حقيقيين فلنبحث ضمن هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هنا اسم جامع لكل خير بما فيه التقوى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وتتمة الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بمعنى أن الأمر ليس بالمظاهر أبدا. فقد يكون مظهر الإنسان حسنا، هيئته تدل على التقوى والإيمان، لحيته طويلة، ثوبه فضفاض، مظهره يدل على الالتزام والاستقامة، ولكن أعماله وما في قلبه لا يدل على ذلك. لذلك قال فسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن التقوى في حجة الوداع، فجعل يقول: التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا عمل قلبي، لما أنا أحتقر الناس قد لا أقول له أنت حقير، ولكنني في قلبه أحتقره وأنظر إليه: من هذا؟ لا قيمة له. من فلان؟ من فلان؟ لا قيمة للبشر جميعا. فهذا عمل قلبي، التقوى عمل قلبي. فقال: التقوى هاهنا، ودل على هذا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا المظاهر يا أيها الأحبة لا تعبر عن التقوى. ما الذي يعبر؟ شيئان. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان عمل قلبي. قال فقط؟ لا، أتمت الآية. قال: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هذا عمل حسي وليس عملا قلبيا. إذن التقوى شيئان: عمل قلبي وعمل حسي ظاهري، أراه وأسمعه وأحس به. لما أقول هذا؟ لأن بعض الناس ممن فتنهم الشيطان يفهمون التقوى في ظاهرها على أنها القلب، فبقول لك: أنا قلبي طيب بس ما بصلي، أنا قلبي طيب بس ما بزكي، أنا قلبي طيب بس ما بذهب إلى المسجد. لا يكفي هذا، وليس هذا تقوى، وأنت غير متقن. أنت تريد أن تطير، الطيران يكون بجناحين، طر بجناح واحد. أنت جئت بجناح، ما هو؟ الإيمان، هكذا تزعم، وأنا لست مطلعا على قلبك، أنت مسؤول عن قلبك أمام الله. فأنت تقول: أنا قلبي طيب، يعني إيماني جيد. طيب، فرضنا أنك صادق في هذا، أين الجناح الثاني؟ أين التوجيه الإلهي الذي بيّن لنا أن التقوى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب كمان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. خمس صفات عملية حسية ظاهرية ملموسة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لذلك هذا رد إلهي عظيم كما قلت على من يزعم. كثيرا ما نسمع، والله أنا مقصر بالصلاة بس مو قلبي طيب، مو الأمر بالقلب. لا، الأمر بالقلب والعمل كلاهما معا. إن انكسر جناح كما قلت لا تطير، وأنا أريد أن أحلق بنفسي إلى مصاف رضوان الله كما الطير يطير فيحلق في الهواء فيلتقط رزقه، أنا أريد أن أحلق فأصل إلى مصاف رضوان الله عز وجل، أكون من المرضيين من المتقين من الذين صدقوا كما وصفت الآية ومن المتقين. كيف هذا؟ بالعملين سوية، بعمل القلب وبعمل الجوارح وليس بالمظاهر كما أشرنا. كم من الناس من يزعم الآن فيقول قلبي طيب. طيب قلبك طيب لكنك لا تتحجبين يا أختي. أنا لم أنكر أن قلبك طيب ولست مطلعا على قلبك، أشرت آنفا، ولكن أين عملك الذي يصدق هذا؟ قالت أنا أتصدق. هل قال الله تعالى تصدقوا فقط؟ ذكرت الآية كما أشرنا خمس صفات كلها عملية حسية، فيها إقامة الصلاة، فيها إيتاء الزكاة، فيها الإيفاء بالعهد. نعم يقيم الصلاة. فأسأل مثل هذه الأخت، تقيمين الصلاة تحتجبين في صلاتك؟ قالت نعم. هي المرأة تقول أنا قلبها طيب لكنها لا تحتجب أمام الناس. في الصلاة تقيمين؟ قالت نعم أصلي. في الصلاة تحتجبين؟ قالت نعم. ممن؟ من الله. طيب يعني نعبر هذا التعبير، الله تعالى حاشاه يشتهيك؟ حاشا لله. طيب من الذي يشتهيك؟ البشر. أنت تخرجين وأنت كاشفة عن نفسك. من لا يشتهيك تحتجبين منه، ومن يشتهيك بالحرام لا تحتجبين منه. كيف يكون التقوى هكذا؟ كيف تكون التقوى؟ أنا قلبي طيب وأنفق على الفقراء لكن كما قلت لا أصلي. كيف يطيب قلبك للفقراء ولا يطيب قلبك لرضوان الله؟ والله تعالى جعل الصلاة معيارا. هذه المعايير يا أيها الأحبة لما ذكرها الله تعالى في نص كتابه حتى لا يتلاعب متلاعب، لأننا في زمان كثر المتلاعبون فيه حتى من قبل هذا الزمان، ولكن في هذا الزمان كثير من المدعين، كثير من الذين يريدون أن يشوهوا ويوسوسوا للناس. لا بأس، الأمر طيب، بحياته لم يطلق لحيته لكن قلبي طيب. ليش اللحية فرض؟ ليش الأمر بالمظهر كما قلنا هكذا يقول لك؟ قلنا لا، ولكن من الذي أمر بإطلاق اللحية؟ أنا؟ المشايخ؟ هكذا يزعمون، هكذا يزعمون وكذبوا. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما، نعم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، نسبها إلى الله. وفي الحديث الصحيح سبع من الفطرة ومنها إعفاء اللحى. نعم، فهذه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قلبي طيب لكن أنا لا أدخل المساجد. إلى أين تدخل يا صديقي؟ قلبك طيب نعم، لكن أين تقيم صلاتك؟ قال في البيت. لماذا لا تقيمها مع المصلين؟ ألم يقل الله تعالى واركعوا مع الراكعين؟ لماذا قال واركعوا مع الراكعين؟ لماذا لم يقل وصلوا في بيوتكم أيها الناس؟ حتى تتأثر بالتقوى فتتجانس بالمتقين الحقيقيين. إذن التقوى يا أيها الأحبة أمر قلبي مقرون بأمر حسي عملي، ومن لم يكن هذا هكذا فقد كذب وافترى وليس من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين الصادقين المخلصين، ولا تجعلنا من الذين يدعون ولا يلتزمون، والحمد لله رب العالمين.